طيب بص يا باشا، دي شكل المسألة. أولا أنت هتفصصها ثلاث مثلثات، تمام؟ واحد اتنين تلاتة أو أيا كان، يعني ممكن ده اتنين وده إيه تلاتة. هتفصصها ثلاث مثلثات عشان تعرف تجيب الساين والكوزين بتاعها زي ما اتكلمنا قبل كده، ماشي؟ ده تمام. هيروح هيبقى شكله عامل كده. أنا بشرحها لك بطريقة تانية عشان تبقى سهلة. تمام؟ وده هيروح يبقى شكله عامل كده. وده هيروح يبقى شكله عامل كده، يبقى كم مثلث كده؟ كم مثلث؟ أدي ثلاثة. واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، شايف معايا؟ أو تمام؟ شيء. طيب دوت بالفيثاغورس والكلام ده احنا اتكلمنا عليه، هتلاقي دوت 600، ده 600 وده 250 وده 250، هيطلع ده كام؟ هيطلع لك ده المسافة ديت 650، المسافة دي خلاص؟ ليه جت 250 من فيثاغورس؟ ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر، ده 250. الكلام ده لو انت بصيت هتلاقيه موجود مشروع بالتفصيل في الايه، في الفيديو اللي فات. وهنا الزاويه بتاعتنا سميناها الفا واحد. طب تعال نشوفوا، ده 110 ودوت 600 بالفيثاغورس برضك وكده، هيطلع لك دوت مقداره 610، 610. وهنا الزاويه بنسموها الفا 2. طب ده دوت 160 وده 300، هيطلع لك ده قيمته 340. بص يا باشا بقى معايا، عاوز اجيب الساين والكوزاين وكده. معاك الساين بص هنا رقم واحد اهو، الساين احنا اتفقنا ان الساين هو الايه؟ المقابل على الايه؟ على الوتر، تمام؟ المقابل 250 اهو على الوتر اللي هو 650. طب الكوزاين هنسموه ده الفا واحد، هيساوي المجاور على الوتر. طب المجاور كام؟ المجاور هنا اللي هو ده هيبقى 600 على 100 650، 600 وخمسين على 650. خلاص انتهينا من كده. هتعمل نفس الكلام هنا وهنا. المثلث ده المقابل اللي هو الساين بتاعه المفروض الفا 2، الساين بتاعه ايه؟ المقابل على الوتر، المقابل على الوتر يعني بتساوي 110 على 610. طب والكوزاين بتاعه، كوزاين الفا المجاور على الوتر يعني 600 على 610، تمام؟ هتعمل نفس الكلام في المنطقة ديت. ايه ده؟ اهي الزاوية اهي، هتسميها ساين الفا 2 بتساوي المقابل على الوتر يعني 300 على 340، الكوزاين الفا بتساوي المجاور على الوتر يعني 160 المجاور على 340. المعلومات دي لازم تكون عندك، بعد كده تبدأ تعمل عملية التحليل، تمام؟ كله طب انت كل ده عندك تمام، كله تمام بعد ما تفرقها من ثلاث مثلثات، ادي واحد اتنين تلاتة. ايوه انا جايبه مع الضغط دلوقتي كده كلهم صح. طيب تعالى بقى نشوفه ازاي هنعمل. هنعمل حاجة بسيطة جدا، هنمسح كل الكلام ده اهو. انت عندك المعلومة اهي، معلومة المعلومات، هتقول كده، هتيجي جاي بقى كده ماسك بقى قوة، قوة الغي القوة دي، ماشي؟ هلغي القوة ايه؟ القوة دي هلغيها. هلغي القوة دي وهبدأ أحللها هنا وهنا، ماشي؟ يبقى أنا لغيت القوة وبدأت أحللها في الاتجاه ده وفي الاتجاه إيه اللي تحت. طيب في الاتجاه اللي تحت القوة دي، أدي الزاوية أهي اسمها ألفا 2، اسمها ألفا 2، ألفا 2. هنا هتبقى القوة ديت
مقدارها كام القوة دي؟ مقدارها 610. هتبقى هنا هو 610 ساين ألفا 2، وهنا 610 كوزين ألفا 2. مش أنت عارف الساين والكوزين بكام؟ عارف صح؟ عارف دي بكام ودي بكام؟ صح؟ ايوه طيب لغايه دي، هل هعمل نفس القصه هنا بس بالترتيب، دي هتروح في الاتجاه ده وهتروح في الاتجاه ده، في الاتجاه ده. طب هتروح في الاتجاه ده بكام؟ هلغي دي خالص، هتبقى 390. 390 الزاويه بتاعتها اهي، يبقى كوزين الفا 1 كوزين، وهنا 390 كوزين ساين الفا 1. وهعمل القصه دي هنا، هتبقى ديت دي 610 680، وديت هنا الزاويه اهي، فهقول 680 كوزين الفا 2 الفا 3، وهنا 680 كوزين ساين الفا 3. وهتجمع كل اللي على محور اكس وكل على المحور واي، ماشي؟ تمام. هتبدأ تجمع دي ناقص الاثنين دول، دولت موجبين ودي سالبه، الاثنين دول موجبين ناقص دي، يبقى عندك ادي 1 2 3، 1 2 ادي قوتين، 1 2 3، دي مع دي جمع ناقص دي، دي مع دي جمع ناقص دي. وهتلاقي الكلام ده مفتوح في الفيديو اللي قبل كده. اكتبها لك ولا ايه؟ لا تمام، تمام ولا اكتبها لك تاني؟ لا تمام بس العملية كده عاوز خلاص. شوية نظام، بس انت لازم بص اكتبها وحلها وابعتها لي على الورقة، وانا هشوف ايه الصح وايه الغلط، ولا اشوف انت وصلت لغاية فين. تمام يا شيخ، ماشي شوف بقى حد بقى كريم ولا ممدوح، حد واقف معاهم أسئلة يقولوها تشرحها طيب، لنا. هل في حد يا جماعة من الناس التانية واقف معاهم أي أسئلة؟ عنده أي تساؤل، أي أسئلة، أي حاجة؟ كريم ممدوح يا رجالة، طيب هناخده مسألة، لا كله تمام، ناخده مسألة كده لا انا على في مسألة مثلث. بطلعها بس يا استاذ، بس انا عشان النت عندي ضعيف اقفل لا لا، الصوت. على مهلك على مهلك، وشوف كده ايه اللي واقف معاك وقول لي. طيب عقبال ما تشوف انت، نحل مسألة كده نراجع فيها حاجة اسمها محصلة القوة بالطريقة البيانية، تمام؟ ماشي. طيب تعال نشوفه كده، نراجعه كده بسرعة، محصلة القوة بالطريقة البيانية والحسابيا كمان. والحسابية مفيش مشكلة. ماشي. بص بيقول لك في مسألة بتقول لك أربع قوى مقدارها 40 80 60 35، 40 80 60 و 35، دولت أربع قوى عندنا. القوى الأولانية دي اسمها اف 1، دي اف 1، دي اف 2، ودي اف 3، ودي اف 4. خلاص بتقول لك الاولى تؤثر الاولى في نقطه ماديه ناحيه الشرق، دي ديت ناحيه الشرق، كويس. والثانيه ماشي، والثانيه تصنع زاويه مقدارها 60 غرب الشمال، الثانيه 60 غرب الشمال، والتالتة تصنع 60 غرب الجنوب، 60 غرب الجنوب، غرب الجنوب.
والرابعة تصنع 30 جنوب الشرق، دي 30 30 جنوب الغرب. لازم الأول أجيبكم بس لما قلم دي واحدة. الو، ايوه معاك معلش ان انت قفصل شويه. تمام معايا؟ ها معايا يا جماعه؟ تمام انا معاك لسه جاي يا استاذ. طب يا نصر هنبدا نرسمه بالشكل دوت. القوه دي لازم ترسمها الاول هنا، هو ديت ازاي؟ احنا بنتكلم على تمثيل القوه بيانيا. تمثيل القوه ايه؟ بيانيا. طيب هنمسك قوه قوه. قال لك اول قوه اف واحد بتساوي 40 ناحية الشرق، ادي الشرق اهو، منطقة الشرق اهو، وادي القوة اللي هي ايه؟ ناحية الشرق، دي قدرها 40، قدرها ايه؟ 40. القوة التانية، تمام؟ قال لي القوة التانية بتعمل قدرها 80، بيقول لي ايه؟ تصنع زاوية مقدارها هي 80 نيوتن، وتصنع زاوية مقدارها 60 غرب الشمال. بتصنع زاوية مقدارها ايه؟ 60 غرب الشمال. فهي كده 60، تبقى شكلها كده 60 درجة غرب الشمال. ما ده الشمال وده الجنوب وده الشرق وده الغرب وده الشرق. 60 غرب، غرب الشرق الشمال، المربع 60 غرب الشمال ده هو، عشان هنا الغرب. تمام؟ مقدارها كام؟ 80. دي مقدارها 40. والثالثة 60 بتعمل 60 جنوب الغرب. جنوب الغرب 60 بردك هنا، جنوب الغرب 60 جنوب الغرب. الزاوية بتاعتها مقدارها كام؟ بقدر مقدارها 60. والأخرانية 35 جنوب الشرق. 35 30 درجة جنوب الشرق، يعني هنا 30 درجة جنوب الشرق ومقدارها 35. مبدئيا كده لازم احول القوه دي لاطوال بالسنتيمترات. فهقول كل، بص استاذ، وانا لما باجي اجيب الزاويه بالمنقله، بقف على كل زاويه انا جبتها، ولا بقف على المحاور الاساسيه؟ بقف على النقطه ده النص ده. استبر كده عندي منقله اهي، بصوا اهي منقله اهي. تمام معايا؟ بقف كده، عاوز اجيب ال 60 درجه، اقف كده واجي جايب ال 60 بتاعتي كده في القوه دي. تمام مش عارف شايف فينها كويس ولا لا. طب لا شايفها. عاوز اجيب ال 30 درجه، اجي نازل كده اهوت، قلب المنقله واجيب الزاويه ال 30 درجه. تمام، يعني المحور عاوز اجيب الاصلي، النقطه الاصليه بردك، اجي واقف هنا في النقطه دي جايب ال 60 كده، حسب ما هو يحدد. تمام لك، يحدد لك الزاويه. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب الخطوة دي لازم أحط المحور دي وأرسم الرسمة ديت. لازم أعمل الخطوة دي وأرسم الرسمة دي. وبعد كده أمسحها كده. أنا عملت كده تلت الدرجة، كتبت الكلام ده وعملت ظبط، وتعمل أطوال. يعني مثلا ال 40 يبقى 4 سنتي، اقسم على 10 باعتبار إن كل سنتي يمثل 10 نيوتن، تبقى ال 40 4 وال 80 8 وال 60 6 وال 35 3 ونص. وتعمل اطوال، يعني مثلا ال 40 4 سنتي، ال 8 سنتي تعملها هنا اهوت، وهكذا. خلاص تمام كده، بواحده ضمننا درجه تلت الدرجه. هنا في السؤال في المساله بيقول لك القوه دي متزنه، اثبت ان القوه متزنه. قوه متزنه يعني هتعمل مضلع مقفول، يعني همشي كده حبه حبه، المضلع معايا هيتقفل. القوة الايه؟ المتزنة. احنا قلنا ان في نوعين من القوة، متزنة يعني المحصلة بتساوي صفر بتاعت القوة، غير متزنة يعني المحصلة لها قيمة. في الحالة بتاعتنا دي قوة متزنة. اذا لما اعمل مضلع
الاقي المضلع مقفول، في الغير متزنه لما اعمل مضلع الاقي المضلع مفتوح، والفتحه دي تساوي قيمه المحصله. مش احنا قلنا الكلام دوت؟ اه. هنبدا نشوفه بقى دي متزنه ولا لا، فهنشوفه ازاي الطريقه. همسح ده بقى وابدا اشتغل حبه حبه، انا خلصت ده احطه على جنب وابدا اشتغل حبه ايه حبه، بس انا محتاجه محتاجه معايا. ماشي، هبدا اقف هنا. هو ماشي، انا اوريك اقف في نقطه هنا، اول نقطه انا بوريك بقى القصه ازاي تتعمل. هوقف اول نقطه هنا، امشي خط يمثل الخط دوت اف واحد اللي هي القوه دي اللي مقدارها 40. كم سنتي؟ 4 سنتي. ادي اف واحد مقدارها 40 تساوي 4 سنتي. تمام، شايفين كده يا جدعان؟ ايوه استاذ شايفين. طيب هقف في النقطه دي واعمل محور في اخر القوه، في اخر ال 4 سنتي اعمل محور، واجي جايب المنقله واقف على المحور ده. اهو المنقله جبته، اقف على المحور ايه ده، واخد القوه الثانيه اللي هي 80 اللي هي زاويتها كانت كام درجه؟ كانت درجتها 60. يبقى انا هقف هنا بالمنقله واخد زاويه 60 كده. مش المفروض من الطرف اصلا؟ المفروض من الطرف ازاي؟ شايف انت القوه دي؟ شايف القوه اللي فوق؟ تمام تمام فهمت. خلاص خلاص، زي دي اتجاه دي زي اتجاه دي، زاويه دي زي زاويه دي كده بالظبط. طول دي 8 سم، زي دي طول ما طولها 8 سم. فهمت قصة؟ دي 8 يبقى دي 8، الزاويه بتاعتها الزاويه بتاعتها، هي رايحه في الاتجاه كده، دي تروح في الاتجاه كده، زي ما هي دي تنقلها هنا هو. فهمنا؟ وهمشي كام سنتي؟ 8 سنتي. ليه 8؟ علشان دي اف الاثنين اللي بتساوي 80 اللي انا نيوتن اللي انا خليتها 8 سنتي. واخد محور بتاعي هنا، هبدا خلي بالك هنا دي اف 2 اخرها، هاخد محور اهو. خلي بالك المحور ده هاخد منه قياس القوه الثالثه، مين اللي هي عندي ماشيه دي ب 60 واللي مقدارها 60 برضه. شايف ماشيه ازاي؟ ماشيه تحت كده صح؟ وب 60 درجه اهي اللي هي اف 3. هنزلها هنا، مش هنا الزاويه ديت بتاعت القوه 60؟ هنقلها زيها بالظبط هنا بنفس الاتجاه، هي ماشيه كده اجي ماشيها كده بزاويه. تقول لي يا استاذ احمد طب اقيسها ازاي؟ تاخد المنقله وتقلبها، تاخد المنقله وايه وتقلبها وتبدا تقيس بالزاويه دي، تجي لك الزاويه ايه؟ الزاويه 60 اللي هي الزاويه ديت 60 درجه. نفس دي هي دي. طب طولها كام يا استاذ احمد؟ 6 سم. ليه؟ عشان ده 60. احنا قلنا ان كل 10 استاذ احنا هنمتحن اونلاين؟ لا ما فيش امتحانات اونلاين الا في الثانويه العامه. اه طب طب ما هم قالوا ممكن يلغوا الامتحانات. لا ناصر بص، بعد ما اخلص المساله هقول لك القصه ايه، بس عشان الوقت. ماشي ما تقلقش، هقول لك السؤال ده ايه. المهم دي 6 سم، همشي بيها 6 سم، بعد ال 6 سم هاخد محور. ماشي؟ هاجي بعد ال 6 سم اللي هم انا عملتهم هنا هاخد محور. هبدا المحور ده شكله عامل كده اهو، هاخد زاويه 30 درجه اللي هي 30 درجه ديت، هبدا اقيس واخد 30 درجه كده 30 درجه، هلاقي المسافه ديت المفروض 3.5 سم قفلت المضلع واصبح المضلع كله مقفول. اذا القوه دي قوه مالها؟ اقول يعني هي قوه متزنه، يعني مجموع المحصله بتاعت القوى كلها بتساوي صفر. دي ايجاد اثبات ان المحصله القوه متزنه يعني محصلتها بتساوي صفر عن طريق التحليل البياني، عن طريق الرسمه البيانيه. طيب تيجي تقول لي عاوز اعرفها حسابيا، طب اعملها حسابيا ازاي؟ حضرتك هتيجي عامل كده، انت تعملها بقى مع نفسك. بص اعمل ايه؟ الغي دي كده واقول ايه؟ ديت 35 كوزين 30، 35 ساين 30. الغي دي اللي هي 60 نيوتن واقول على ديت 60 كوزين 60، هنا 60 ساين 60. هلغي دي واقول دي 80 ساين 60 وهنا 80 كوزين 60. هتجمع ديت وتجمع وتطرح منهم دول،
يطلع بصفر. هتجمع دي تجمع دولة، دي ناقص دولة، هتطلع بصفر. محصلة القوة دي لو هي قوة متزنة المفروض تبقى بتساوي صفر. تمام؟ محصلة القوة دي هتساوي صفر. بالنسبة كلامك يا نصر، الامتحانات احنا عندنا المعلومة اللي عندنا ان في 17/2 فور انتهاء نص السنة هتدخل على امتحانات، هتدخل على لجان جاهزة، تيجي داخل ممتحن لمدة اسبوعين او ثلاثة او اربعة مش عارفين بالظبط، داخل على امتحانات، اقعد شهر تمتحن. طب هتراجعوا لنا بس في المدرسة ولا برضو كده اونلاين؟ مفيش فرصة نراجعوا في النصر في المدرسة، ممنوع اساسا ان الطلبة يدخلوا المدرسة لغاية دلوقتي عشان الكورونا والكلام ده. هو مراجعتنا هي الاونلاين كده، فاهم؟ بس استاذ احنا مش فاهمين، استاذ رضوان عايزين ننزله برضو اونلاين كده. مش فاهمين ايه استاذ رضوان؟ اه عايزين يبقى اونلاين برضو، عاوزه يكلمك كده وياخد ويدي معاك. ماشي ايوه، بينزل لنا فيديوهات مش فاهمين منها حاجه. لا حاضر حاضر، المهم بس عشان ابقى اكلمك خاص، ابقى اكلمك بس على طول. ماشي يا استاذ. فانا بصراحه ماشي نصر نعم فنان يفهم نصر شجاع، نصر شجاع. طيب يا عم المهم انت بس هنبدا نقوله، احنا ما عندناش وسيله تانية يا شباب نتعامل فيها الا كده، ممنوع اساسا نتقابلوا مع بعض ولا تدخلوا المدرسه، فهو الوسيله الوحيده ده في كل، مش انتوا بس ده كل مصر. فالوسيله الوحيده ان انت تشوف المساله تحلها لي وانا ارجع تاني اديها لك تاني، اوريك هنا مساله ازاي بتتحل كده. اللي عندنا المعلومه اللي عندنا انت هتدخل على طول على الامتحان الشفوي والتحريري والعملي. طب مش في ورقه قبل الامتحان يا استاذ؟ وفي ورقه ان شاء الله اديكم مراجعه قبل الامتحان، بس انا هقابل المدرس المدرس زميلي الثاني، انا متفقين على الورق وكل حاجه، هنأكد عليه وهبعت لكم الورق اللي هي المذكره بتاعه المراجعه اللي فيها نفس نفس الاسئله ديت، نفس المسائل دي. تمام ماشي. الكلام ده هيكون امتى؟ قبل الامتحان ب 10 ايام باسبوعين، بس احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين الدنيا ايه، بس المعلومات اللي عندنا ان في امتحان يوم 17، هيبدا يوم 17/2 وهيدخلوا على العملي اسبوع، وبعد كده مش عارف 4 اسابيع النظري، وان هتمتحنوا كل مجموعه هتمتحن لوحدها، يعني انتوا مثلا مجموعه الف هتمتحن 4 3 مرات او مرتين، كل عدد 5 6 7 عيال، والامتحانات هتبقى طويله. ده المعلومه اللي عندنا. طب يا استاذ، طب وبعد كده طب هنعمل ايه؟ هندخل على الترم الثاني على طول؟ وبعد كده تدخل على الترم الثاني على طول، مفيش اجازه بقى. تمتحن امتى؟ ممكن تمتحن في شهر 7 او في شهر 6 او في 7، معرفش. ده الترم الثاني. الترم الثاني مش العيد يعني. اه ما هو بس في امتحان مفروض ان انت فور ما بتدخل هتمتحن. ماشي يا شباب، انتوا تعملوا ايه في الفتره دي؟ اهو احنا بنراجع، اللي بيجي بيراجع، انتوا مثلا بنراجع، بنقعد مع بعض بنشوف ايه المسائل اللي صعبه، انا بنزل لكم فيديوهات مراجعه مع بعض وربنا كريم، هو ده الفرصه المتاحه لينا، لكن عشان نتقابل مع بعض وكده يا ريت والله، بس هو ممنوع لا على الطلبه وعلينا احنا كمدرسين. تمام خلاص يا شباب، انا اللي طالبه منكم بس ان انتوا تراجعوا المساله اللي مش فاهمينها تيجوا وتقولوا لي، احنا ما بناخدوش يعني مش هناخدوا حاجه جديده، احنا هنراجعوا القديم. احنا يعني استاذ المسائل كلها بتاعتك استاذ بصراحه، عشان تعمل معانا الواجب بقى مدرسين بس. لا ماشي حاضر يا نصر، يعني هنظبط الدنيا وهنكلم بس على الخاص، هكلمك انا واشوف ايه القصه، بس كلمني على الخاص. ماشي يا استاذ. خلاص يا شباب، خلاص المره الجايه ان شاء الله تجيبوا لي ورق معاكم ويكون في مسائل انتم محضرينها. ماشي يا استاذ. خلاص يا شباب. ماشي يا شباب، انتوا بس تراجعوا الكلام ده، وهنزل الفيديو بتاعه على اليوتيوب وهنقله لكم بعد كده على الواتس. واي اي موضوع اي حاجه ابعتوا لي على الواتس وانا هتفاهم مع الناس، يعني اقول لهم ايه القصه والكلام ده، وان شاء الله خير. خلاص يا رجاله. تمام تمام يا استاذ، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام.